في صورة تجسد عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، حضر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفل تنصيب أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية جديدة كأول رئيس للجمهورية التركية الشقيقة بعد التعديل الدستوري الجديد. حفل أقيم في المجمع الرئاسي وحضره أيضا عدد من أصحاب الفخامة، رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وممثلي قادة الدول، إضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء البرلمانات لبعض الدول وممثلين عن المنظمات الدولية. على صعيد آخر، كانت الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى فرنسا ضمن مسار طموح من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. هنا في لقاء القمة في قصر الإليزي بين سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الفرنسي، تم بحث تعزيز هذا التعاون الوثيق والارتقاء به إلى أعلى المستويات. Mais d'abord, monsieur le président, c'est un plaisir de vous voir ici à Paris. Votre amitié est très importante pour moi. Et l'amitié entre le Qatar et la France est très très important. لقاء ترجم أيضا عمق التوافق في الرؤى والتنسيق المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وكان فرصة أكدت من خلالها فرنسا على الدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب وتثبيت الاستقرار في المنطقة. À cette occasion, la France et le Qatar avaient signé une déclaration d'intention sur la lutte contre le terrorisme, son financement et la radicalisation qui établit la feuille de route des actions conjointes. Et nous avons d'ores et déjà commencé à œuvrer conformément à cette feuille de route. أما عن الأزمة الخليجية، فقد ثمن سمو الأمير المفدى موقف فرنسا من هذا الملف. Et je veux remercier le président pour la position qui sont pris avant un an quand la crise du Golfe a commencé. Elle était à côté de Qatar. فيما أكدت باريس مرة أخرى على ضرورة الحوار لحل الأزمة. À l'échelle de la région, la sécurité implique l'unité. C'est pour cela que j'ai réaffirmé le soutien de la France à la médiation de l'émir du Koweït dans le cadre de la crise qui oppose le Qatar à ses frères du Golfe. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التقى أيضا خلال الزيارة الرسمية إلى فرنسا برئيس الوزراء الفرنسي وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين لبحث تعزيز التعاون. مباحثات تزامن معها توقيع عدد من الاتفاقيات شملت مجالات التجارة والتعليم والأمن السبراني والزراعة والأمن الغذائي. وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قبل وصوله إلى باريس قام بجولة في مبنى سرب الرافال القطري في قاعدة مون دو مارسان الجوية، رافقته فيها وزيرة الدفاع الفرنسية، جولة اطلع من خلالها سمو الأمير المفدى على نموذج لطائرة رافال قطرية وعرض تدريب على قيادتها وصيانتها قام به ضباط القوات المسلحة القطرية. كما استمع سموه إلى إيجاز حول مشروع طائرات الرافال وأبرز العمليات والقدرات القتالية والهجومية التي يتميز بها سرب الطائرات هذا والبرنامج التدريبي المشترك وما تم تحقيقه منذ عقد الاتفاق في 2015 والخطط المستقبلية. قطر وفرنسا بلدان رسم مسارا موثوقا من التعاون، ومثلت الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى باريس دفعة جديدة لهذه الشراكة الاستراتيجية تتضمن عدة برامج طموحة تخدم صالح الشعبين الصديقين وتساهم في تعزيز السلام الدولي.